نروح نشوف دلوقتي بقى قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي بيستعد ان شاء الله للموسم القادم. الاستعدادات بقى لها حوالي شهر او شهرين، يعني افضل استعدادات علشان ان شاء الله نشوف موسم قادم قوي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح نشوف التقرير ده واخر استعدادات فريق 2006. الحمد لله احنا بقى لنا 6 أسابيع شغالين كويس. اشتغلنا ال5 أسابيع الاولانيين صبح وبعد الظهر. الاسبوع السادس دوت الحمد لله شغالين فتره واحده. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنعمل معسكر في اسماعيليه، وان شاء الله باذن الله مستعدين للموسم الجديد. عندنا 7 لعيبه في منتخب مصر، عندنا نامل ان شاء الله نزودهم الفتره اللي جايه. عندنا اللعيبه جاهزه الحمد لله شغالين شغل كويس. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنعمل ماتشين قبل المعسكر، وفي المعسكر ان شاء الله هنعمل 3 مطوشة. وان شاء الله عندنا طموح ان احنا نحافظ على مستوانا او على اسمنا، اسم نادي الاهلي. البطوله دي معموله باسمنا بقالها سنتين، 2006 بياخدها على طول. فان شاء الله باذن الله عندنا امل ان احنا ناخد السنه الثالثه على التوالي ان شاء الله. السنه دي تحدي جديد في فرقه 2006 مع كابتن سيد غريب. الحمد لله احنا ابتدانا من 6 أسابيع، وبفضل الله الامور ماشيه كويسه. في استقرار في الفرقه، ماشيين بشكل كويس او فتره الاعداد. في عناصر مميزه برضو في الفرقه في منتخب 2006، 7 لعيبه بحارس مرمى، تيم تاني غير فتره الاعداد. في تحدي ما بين اللعيبه، السنه دي عايزين نثبت مكانتنا لتالي سنه على التوالي باذن الله في دوري الجمهوريه في 2006. وبامر الله السنه دي تبقى سنه موفقه باذن الله، سنه سعيده علينا. طموحنا النادي الاهلي معروف دايما المركز الاول، المركز الثاني او الثالث اكنه المركز الاخير بالنسبه لنا. المركز الاول بالنسبه لنا ده مش طموح، دي اقل حاجه احنا بنقدمها للنادي الاهلي المركز الاول. لسه عندنا استعدادات، بقيه اللعيبه عندها تحدي، عايزه تروح منتخبات، ما بتبصش اللي هي مركز اول بس، ده عايزه تطلع. بتبص اللعيبه في 2006 دلوقتي بتبص على الدرجه الاولى، بتبص اهتمامها خلاص بقى لعيب 16 سنه 17 سنه عايز يتطلع لفوق، عايز يحط رجله، عايز يعرف اسمه ان هو موجود في النادي الاهلي. طبعا بنطمن كل جماهير النادي الاهلي قطاع الناشئين على مستوى، وان شاء الله باذن الله السنه دي يعني معمول منظومه يعني لحراسه المرمى. معانا طبعا مستر ميشيل يانكل، وان شاء الله باذن الله يعني كلنا يعني بنبذل اقصى ما عندنا ان احنا نقدر نطلع يعني حراس في الفتره اللي جايه ان شاء الله للفريق الاول للمنتخبات. والحمد لله يعني احنا برضو معانا من فريق 2006 عمر يعني في منتخب مصر، وان شاء الله يعني هتلاقي في كل المراحل لازم أن يكون في حراس من النادي الاهلي، لان ده على طول يعني ده النادي الاهلي على طول يعني ليه حراسه موجودين في جميع المنتخبات اذا كان فريق الاول او في قطاعات الناشئين. وبالنسبه لفريقنا طبعا يعني من خلال الكابتن سيد غريبي على المدير الفني شغالين معاه كل الجهاز بكل طاقتنا ان شاء الله باذن الله. هدفنا طبعا البطوله، وبعدين السنه دي يعني كل سنه 2006 ديت يعني اللي هتولى يعني المهمه بتاعتها هتبقى مهمه صعبه جدا، لان هم ما شاء الله كل موسم بياخدوا البطوله، فما بقاش مطلوب مننا غير البطوله برضه. يعني كل جهاز جاي لفريق 2006 هدفه الاساسي البطوله ان شاء الله. ده كان تقرير عن آخر استعدادات فريق 2006 للموسم الجديد. أيضا نروح نشوف استعدادات فريق آخر، فريق 2007، وبعدها نروح لفاصل. وبعد الفاصل نجم الأهلي السابق والمشرف على أكاديميات النادي الأهلي بالقاهرة الكابتن فوزي سكوتي. الحمد لله برحب بقناة الأهلي طبعا، والاستعدادات بدأ بقالها حوالي احنا في الأسبوع السادس، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي هنبدأ ماتشات ودية تبع البرنامج اللي حاطه مستر مايكل. إن شاء الله بإذن الله في معسكر هنطلعه إن شاء الله بإذن الله الأسبوع اللي بعد الجاي، يعني هنلعب ماتشين وديين إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي، وبعد كده هنطلع معسكر إسماعيلية إن شاء الله برضه هنلعب حوالي لماتشين لثلاثة إن شاء الله بإذن الله. التحديات إن هو موجود في النادي الأهلي نمرة واحد، اي لعيب موجود في النادي الاهلي مطالب ان هو ياخد بطوله. هو موجود في النادي الاهلي عشان ياخد، عشان خاطر ياخد بطوله، واستمراريته في النادي الاهلي او في فرقه 2007 او اي فرقه موجوده في النادي الاهلي عشان هو بياخد بطولات. بفضل ربنا سبحانه وتعالى السنه اللي فاتت حصلنا على بطوله الجمهوريه،
باداء ونتيجه الحمد لله رب العالمين. فالفرقه خدت صيت كويس قوي الحمد لله، فرقه بتلعب كره كويس قوي الحمد لله رب العالمين. يمكن كسبانين الزمالك في الزمالك 4، وفي النادي الاهلي هنا برضو كررنا نفس النتيجه في الدور الثاني 4-0. فكانت نتائج مشرفه لفرقه 2007، ظهروا بشكل كويس، نوال الفريق الاول. فدي الدوافع، نمره 1 موجود في النادي الاهلي، نمره 2 بقى هو البطل. ففرق مصر كلها 2007 بص على فريق النادي الاهلي، فالتحديات كبيره قوي بالنسبه لهم. غير وجوده في النادي الاهلي ان هو واخد بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت، فطبعا انت عارف الدوافع عند الفرق الثانيه بتبقى اكتر، انها جايه تلعب النادي الاهلي وجايه تلعب الفريق البطل. الحمد لله احنا معانا حراس مرمى السنه اللي فاتت مستوياتهم كويسه الحمد لله، واحنا شغالين السنه دي على تطوير المستويات باذن الله ان احنا نقدم حاجه كويسه للنادي الاهلي والمنتخب مصر، وان ان شاء الله يكونوا نواه للفريق الاول باذن الله على مستقبل الفئات السنيه. وان شاء الله احنا ملتزمين بالبرنامج مع الكابتن ميشيليان، نكونوا شغالين كويس الحمد لله. وعندنا معسكر قريب في اسماعيليه ان شاء الله هنعمل فيه برنامج اعدادي وماتشات باذن الله نرجع منه على مستوى كويس جدا ان شاء الله. طبعا حارس مرمى النادي الاهلي يعني افضل حارس في مصر، يعني حارس النادي البطل، فلازم يكون على المستوى اللي يقدر يقدم فيه بطوله. فمطالب من كل لعيب في النادي الاهلي سواء حارس مرمى او لاعب اداري مدرب ان هو يكون رقم واحد عنده مبدا البطوله. فان شاء الله احنا شغالين على كده، وباذن الله البطل يفضل بطل طول عمره، النادي الاهلي طول عمره بطل.